شايف البطولة الأفريقية ازاي الموسم ده للأهلي؟ لا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، وايا كانت الفرقة اللي هتبقى معانا في دور الثمانية، لا ان شاء الله نقدر ندرسها كويس، شغل الجهاز الفني يقدر يدرسها كويس، واحنا كلاعيبه ان شاء الله بروحنا كلنا مع بعض ايا كان مين ال 11 في الملعب ان شاء الله نتغلب على الماتش رايح جاي ونصعد ان شاء الله الدور اللي بعده، لان احنا هدفنا ان شاء الله البطوله. تألقت طبعا في كاس العالم للانديه في مباراه الدحيل القطري وخدت رجل المباراه، مين اول واحد كلمته؟ احتفلت ازاي؟ يعني كان احساسك ايه؟ كلمني بقى عن اللقطه دي. لا يعني انا طبعا اتبسطت جدا، يعني اتبسطت جدا من ماتش الدحيل، الحمد لله عملت ماتش كويس بشهاده الجميع يعني الحمد لله. طبعا اول حد كلمني مراتي، كانت فرحانه جدا ومبسوطه، ووالدي برضو كلمني واخويا، فلا يعني قد ايه لما يكون هما مبسوطين كده الواحد بيبقى مبسوط يعني. لا وفارس ابني يقول لي عاش، وفارس 4 سنين الواحد بيبقى مبسوط طبعا الحمد لله. احتفلت طيب بالحدث ده ولا لقيتهم عاملين لك احتفال في البيت او حاجه؟ لا يعني انا كنت في قطر وقتها، هم احتفلوا يعني كانوا فرحانين مبسوطين احتفال في البيت كده. لكن لا انا لما رجعت بقى طبعا احنا احتفلنا مع بعض بان احنا اخذنا ثالث عالم وكده. بس انا عارفه ان عيد ميلادك كان الشهر ده، عارفه انك برج الحمل، قول لي طيب احتفلت بعيد ميلادك ازاي؟ بتحب اصلا الاحتفالات؟ حاسه شخصيتك شويه ما بتحبش الاحتفالات وكده. اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الاحتفالات، يعني في احتفالات ميلادي انا بالذات لا، ممكن اعمل احتفال عيد ميلاد مراتي مثلا ممكن اعمله، لكن عيد ميلاد انا بحس ان انا لا يعني تافه قوي من وجهه نظري، ما اعرفش بحس ان انا لا ببقى مبسوط طبعا ان هم مبسوطين وكده، بس بالنسبه لي عادي. مش لو مش حد عمل لك مفاجاه مثلا الموضوع؟ لا مراتي بتعمل لي مفاجآت دايما، ببقى مبسوط طبعا، ببقى مبسوط بيها لكن بعد كده بقول لها لا ما تبقاش تعملي، يعني ما تبقاش تعملي عيد ميلاد يعني. علشان انت شايف مثلا انها حاجه كبرت انت يعني مثلا؟ ايوه كبرت، كبرت على ان انا تعمل لي عيد ميلاد كده. خلاص كبرت. في ناس بتحتفل بعيد ميلاد على فكره بتبقى اصلا فعلا سنها كبير وبتحتفل عادي يعني. انا عارف في ناس بتحب ده. انا بحب اعمل عيد ميلاد مراتي وبحب اعمل عيد ميلاد اولادي، بنبقى مبسوطين يعني احنا بنعمله مع اصحابنا وكده، لكن لا انا هي كده كده مراتي بتعمله غصب عني. انت قلت او ما قلتش هي بتعمله كده كده، هي كده كده بتعمله غصب عني، فببقى مبسوط طبعا معاهم، لكن بعد العيد ميلاد بقول لك تعملي اصلا تكررها تاني وتكررها برضه. بعيدا عن احتفالات العيد ميلاد، بتحب الاحتفالات عموما؟ الاحتفال يعني مثلا مكان تسهر، مكان افراح، بتحب الجو ده ولا لا؟ لا لا انا هادي جدا، انا ما بحبش الصداع، ما بحبش الدوشه، ما بحبش الصوت العالي، بحب دايما ابقى قاعد في مكان هادي شويه يعني. حتى اولادي لما بيتشاوا مثلا في البيت بتعصب، وانا قليل جدا لما بتعصب. فلا يعني بحب الاماكن الهاديه، ما بحبش يعني لو رحت بروح مطعم، ما بحبش الاماكن اللي فيها موسيقى عاليه. لكن طبعا لو في اجازه يعني في مصيف او في شرم الشيخ او في الغردقه او في الساحل او في اسكندريه او حتى في راس البر، لان كنا بنروح راس البر زمان. لا يعني طبعا ممكن يبقى في يعني موسيقى وبتاع واغاني واصحابك انت واصحابك بقى وكده يعني. لسه بتقول بتعصب على اولادك في البيت، لما بتعصب بتعمل ايه؟ لا يعني مش بتعصب قوي يعني، ممكن تضربهم على لا 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 ما اضربش، لا ما اضربش خالص، تزعق. بس مثلا يعني اعاقبه مثلا تعاقبه يعني فارس كبر شويه فاقدر اعاقبه شويه، يعني فارس 4 سنين فممكن يتعاقب، بس عقاب طبعا يعني مش ايه نوعيه العقاب؟ ان هو مثلا ما يمسكش الموبايل طول اليوم، يعني عقوبات كده بتاعت اطفال صغيره. ومراتي طبعا بتساعدني في القصه دي، او انا اللي بساعدها في القصه دي لان هي متعذبه معاهم يعني. اكيد مجننينها طبعا.